النيل شريان الحياة، وفي جنوب الوادي وتحديداً في توشكا أرض خصبة مليئة بالخيرات والفرص الواعدة للتنمية والتي لم تستغل. بدأت فكرة مشروع توشكا في ستينيات القرن الماضي، تم اتخاذ الخطوات الأولى منه في التسعينيات، لكن توقف المشروع لعدة أسباب، منها نقص التمويل ووجود موانع وتضاريس طبيعية صعبة بتزيد من تكلفة استصلاح المشروع، حتى اتجهت أنظار القيادة السياسية لهذه المنطقة لتعيد لها الحياة وتبدأ منها نهضة زراعية شاملة ويتولد فيها حلمنا الأخضر. توشكا اللي كان وقفها قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ. ونجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا، إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية، وبالمشاركة مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتعاون مع عشرات الشركات الوطنية الأخرى، تم التغلب على كل المعوقات، وتمت عملية تسوية الأرض وتجهيزها للزراعة وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروع، من شق الترع، شبكات الري، أجهزة الري المحوري، وإنشاء محطتين لضخ المياه بقدرة رفع 11.3 مليون متر مكعب مياه في اليوم، ليصل إجمالي محطات الرفع الرئيسية إلى 11 محطة رفع ومحطات وشبكات الكهرباء والطرق. وفي طفرة زراعية غير مسبوقة تم استصلاح وزراعة 400 ألف فدان في منطقة توشكا، ومستهدف 600 ألف فدان بنهاية عام 2025. وفي شرق العوينات تم استصلاح وزراعة 240 ألف فدان، ومستهدف 400 ألف فدان بنهاية عام 2025. وفي الفرافرة تم استصلاح وزراعة 10,000 فدان. وفي منطقة عين دلة تم استصلاح وزراعة 12,000 فدان. مشروعات زراعية متكاملة بتهدف إلى استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأراضي الزراعية بأجود المحاصيل الزراعية الاستراتيجية زي القمح واللي بلغت مساحته 500,000 فدان، والذرة واللي بلغت مساحته 100,000 فدان، بالإضافة إلى المحاصيل الاقتصادية والنباتات الطبية والعطرية والخضروات. والفاكهة. ومزرعة للتمور بإجمالي مساحة 37,500 فدان بأفضل أنواع التمور، واللي دخلت موسوعة جينيس العالمية كأكبر مزرعة للتمور في العالم. ولمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة، تم استخدام أحدث أنظمة الري والتسميد للأرض الزراعية وأحدث الآلات والمعدات الزراعية، وده تم بالشراكة مع الشركات الوطنية المصرية. مشروعات تنموية واعدة بتحقق معنى التكامل الحقيقي، واللي منها التصنيع الزراعي زي مصنع البطاطس بشرق العوينات بطاقة 12 طن في الساعة. كل ده هيساهم في إقامة تجمعات صناعية زراعية بتزود القيمة المضافة للمحاصيل، وبتهدف لسد الفجوة الغذائية وتقلل الاستيراد، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم، وبنقول للناس في أمل، ومش احنا أصحاب الأمل، انتوا أصحاب الأمل. وبكده بنحقق على أرض توشكا نهضة زراعية وتنموية شاملة بتوفر احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية وتأمن مستقبلنا الغذائي، ونكمل حلمنا بزراعة 3 مليون فدان عشان نحول الصحراء لأراضي خضراء